بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عشر كان عاو حكم الله ونيا باللغة سورة البلد وحنا كجوا إن شاء الله تعالى آخر كسورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم أن دارني بهذا البلد بلد كان أيان كل دارني وأنت أرغنا حل مدقن أياتهي بهذا البلد بلد كني ووالد من وحد لا يان كدارني اي وما وحي ولد او دالي لقد خلقنا الانسان انسان وان ابونا في كبد دباته دخله حال او كسغن ياي اي احسب ما وحو ملين الا يقدر ان سنكرين عليه انسان دشي احد قفنا يقول انسان وحو لي هي اهلكت وان بخيه وان هلاغي مالا حول لبدن افربد اي احسب ما وحو ملين ان لم يره ان سنركين احد قفنا ألم نجعل ميانا أويل له إنسان عينين عربية وشفتين لبب الشمود وهديناه أن نعضين أن نجدين لبب وضع فلقتحم محوء قلواي العقبة ماشي لبك بضنين محوء قلواي وما أدراك محاكو عقيسية ما العقبة عقبة وحايتاي فك رقبة لغن فرشة يدوي أو إطعام أما قود وي في يوم مال الإسقود يوم مال كأودي مسغبة قاجة صاحب يتيما أقول لقوريو أقول كأودا مقربة قرابة نمو صاحبة أو مسكينا أما مسكين لقوريو مسكين كأودا متربة عد نمو صاحبة ثم كان هو هاري واي من الذين قلدي متكمدا آمروا مؤمنين تهاية وتواصوا إسودر دارمي بالصبر صبر إسودر دارمي وتواصوا إسودر دارمي بالمرحمة حريص سودر دارمي أولئك قلدا سيئا أصحاب الميمنة مدكتا أصحاب تيديا والذين وحي كفروا قالوا بي بآيات هم أيها أصحاب المشأمة بدحدا أصحاب تيديا عليهم دشوضاء يخصون علي نار النار أو مؤسدة لقد بولي إله سبحانه وتعالى سورة وحوك عضيليا markuu dhaartay kadib oo makhluuqiisa qaar ka mid ah uu ku dhaaranayo ayaa Allah wuxuu ku cadeynayaa suurada subhanahu wa ta'ala insaanka kaafirka khaladka iyo gifka uu ku jiro sida loo abuuray iyo xikmadina inayaan sida ahayn oo xikmadu ay ahayd aqaba meesha la yiraahdo inuu ka gudbo aqaba waxa la yiraahdo asluu luqaha wadada buurta dheer ee fuulitaankeeda dibka uu yahay wadada marayso أنتنا وحى اللوجي إذا سيدا الله وحى دي بحوطاعة السمين وعي وروحا أنت مؤمن ونغضه كذبنا الضاعات كي لغوكا اللي في بحوط السمين وعي تاوحوكا قد بلها دباتوين بضان وأدوية إيا آخر الله بضباء أصحاب الميمنة كتابك اللي قصينا أيو أيو نغل لها تاهدي لو أي أصحاب المشأم ونغل يا أيو بذيح يا كتابك اللي قصينا يا النار نوه اللي قليني سيدا أيو ربي عضيني يا لا أقسم وأن دارني بهذا البلد بلد كان يركو دارني مكوي وأنت أدونا حل حلال بادكوتهاي بهذا البلد في هذا البلد بلد كان أحلي يعني حلال بادكوتهاي وحلال أيات كن قندون تا يوم من الأيام أنت كنت قالنته بعض المفسرين سنة أي مرينيان وحانا حوجين يا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيسي مالك مكفرتي أيو خطبي مالك كدن بي وحنا كخطبي ما كان مالك الله وابوري الدنيا أي ربي حرمي اللي قد قال لمن موسى برنين ساعة من الزمن أي رسولك أبني ربي سبحانه وتعالى إنه قد قال لمن ومالك فراني كذبنا حرمنا إذا أي أصول نقطة إلى قيام الساعة اللي قد قال لمن مبنانه وأنت حل من أي حلال أنت بهذا البلد بلد كده سلا ومعنى معنى اللوات وبعض المفسرين أي مرينا يا وحويا أنت حل وحد دقنتهاي بهذا البلد بلد كري وبلد كان إن لقلنا أنتو شرف يقيم وليها وبلد محرمة أبقى وكسي قيمة بضن واد دقنتهاي إلا مكة يمع كعبضة كتاله هل قفو مؤمن أياك قيمة بضن هل قفو مؤمن أيا إلى أكتك شرف بضن هدي اللي يرادو كعبضي والد بمية وحوينا الله أركيا روح مسلمين حق الآن لقد له هدي اللي يراه لنا وحوين الله أركي مايو نبتنا وحويان كعبادة وحاكا قيمة بضن هالقف ومؤمنة كعبادة قيمة هالي ومالكو إلى روك أبوري حرمضة ويالي إلى قيام الساعة حرمضة يسعون يسو هالقف ومؤمنة إلى أكتسك قيمة بضن
in lagu tacadiyo ayaana ka xun kacbada in la dumiyo ka anta xilun bihada albaladi beledkaas ayaa degan tahay kacbadii sharafta badnaydba wa waalidin mid wax dhale ayaan ku dhaarani wax kastoo wax dhalo xayi iyo hayru xayi yacqil iyo maa laa yacqil iyo wamaa walada wax alla wuxuu dhalay laqad khalaqna alinsaana insaan waan abuurnay fii kabadin dhibaato dhexdeedaan ku abuurnay yacni maalinkuu dhasho laga bilaabo ilaa adduunyada uu ka tegayo dhibaatuu ku jira adduunyada marka uu ka gudbana hadduusan u camal falin dhibaatatii ka daran ayuu la kulmayaa dhibaatuu ku jira xasanulbasri oo aayadda fasiraya wuxuu leeyahay ruuxa hadduu mu'min yahay iyo hadduu kaafir yahay labadaba adduunyada waa dhibaysan yahay hadduu mu'min yahayna waa dhibaysan yahayo marna nicmo loo galay shukrigeeda ayuu dhibaatadeeda dhibkeedu ku jira ilaa takliiftu waa mashaqi mashaqadeedii buu ku jira hadday dhibaato ku dhacdana sabarkii iyo adkaysi uu dhibaatada ku sabrayo ayuu ku jira ilaa adduunyada uu ka tago kaafirkana kibir iyo haddii loo nicmeeyo badan iyo kibir iyo murug ay ku hayso adduunyadaasi ayuu kuida ay ku dhacdana quusi iyo niyo xumo ayuu dhibaatadeeda ayuu ku jiraa laqad khalaqna alinsaana insaan waan abuurnay fii kabadin dhibaato dhexdeedaan ku abuurnay ayaxsabu ma wuxuu u malayni allan yaqdira inuusan karaynin calayhi dushii axadun qofna yacnii axad maamuli karo halaagi karo dili karo soo saari karo la xisaabtami karaa inuusan jirin miyay la tahay insaanka yaquulu wuxuu leeyahay asagoo faaraya ahlagtu waan halaagay maalan xoolo lubadan ee fara badan ayaan cadaawadda diinta iyo la dagaalankeeda ku bixiyey ayaxsabu ma wuxuu u malayni allam yarahu axadun qofna inuusan arkaynin alam najcal miyaanan u yeelin lahu insaankii caynayni laba indhood wa lisaanan carab miyaanan u yeelin iyo washafatayni laba bishimood nicmooyinka loo gala iyay ka mid tahay wa hadaynaahu miyaanan u caddaynin annajidayni labadii waddo waddadii wanaagsaneed iyo waddadii xumeeso maana kala caddaynin mar hadday sidaa tahay falaqtaxama muxuu u geli waayey alcaqabata meeshii maritaanka wamaa adraaka rasuul allow maxaa ku ogeysiiyey malcaqabatu caqabo waxa ay tahay fakku raqabatin luqun furashadeeda weeye yacnii addoon la xorayo qof la qafaasho la soo daayo ruux xabisanoo xabsi laga sii daayo waxyaabahaasoo idil ayaa fakku raqaba soo gelaya ow itcaamun ama quudin weeye fii yowmin maalin la quudiyo maalinka oodii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo agoonka oodaa maqrabatin qaraabanimo u saaxiiba ow miskiinan ama miskiin la quudiyo miskiinka oodaa matrabatin dhullicid u saaxiiba waxba aan haysanin uma kaana falaqtaxabadii ayay ku cadfan tahay ummadana tartiib dikri a weeye uma kaana muxuu ahaani waayey acmaasha marka uu samaynaya ka hor min alladiina qoladii mid ka mid a aamanuu mu'miniinta ahaaye wa camilu saalixaati camal wanaagsa wa tawaasow isu dardaarmay bisabri sabar isu dardaarmay wa tawaasow isu dardaarmay bilmarxamati naxariis isu dardaarmay ulaa'ika qolada asxaabu midigta asxaabteedii weeyaano waa qolada kitaabkooda midigta laga siinayo waalladiina qoladii kafaruu gaaloobay biaayaatina aayadahanaga ku gaaloobay hum ayagu asxaabu lmash'amati bidixda asxaabteedii weeyaano waa qolada kitaabkooda bidixda laga siinayo calayhim dushooda waxaa ku sugan naaru naar naarta oo mu'sadatun lagu daboolayo suuratu shamsi makiyatun bismi illaahi araxmaani araxiim waashamsi qoraxdii ayaan ku dhaartay iyo waduxaaha barqinkeedi waalqamari dayaxa ayaan ku dhaartay idaa talaaha qoraxda marka uu raaco walleyli habeen ayaan ku dhaartay idaa jallaaha marka qoraxda uu muujiyo wannahaari maalinkii ayaan ku dhaartay idaa jallaaha qoraxda marka uu muujiyo walleyli habeen ayaan ku dhaartay idaa yaqshaaha qoraxda marka uu dabooluu qariyo waasamaa'i samaan ku dhaartay iyo wamaa banaaha dhismaha la dhisay waalardi dhul ayaa fidinta la fidiyey wa nafsin naf ayaan ku dhaartay iyo wamaa sawaaha dhammaystirka la dhammaystiray oo fa alhamahaa alla uu tusiyey fujuurahaa caasigarowgeedii iyo wa taqwaahaa cabsideedii qad aflaxa waxaa liibaanay man zakkaahaa naftiisa ruuxii tahiray waqad khaaba waxaa hoogay man dassaahaa qofkii qariyey kadabat way beenisay thamuudu ree thamuud rusushii iyo diintii ayay beeniyeen bidaqwaaha bisababi taqwaaha kibirkooda sababkii ayay la beeniyeen id waqti bayna beeniyeen in bacatha uu dirmay ashqaahaa kii u nasiibka xumaa faqaala wuxuu ku yidhi lahum ree thamuud rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu ku yidhi saalix weeye
ناقة الله احذروا كدكتون هذا نما يهوني ناقة الله هشع الله كدكتون هذا هطابنين وسقياها عبتان كيدي يكل كيدين كدكتون هذا فكذبوه ويبيريين وفعقروها ويقورعين فدمدما وحكوبهم ربي وذي هلاك أي كضبولي بذنبهم بسبب ذنبهم ذنب وذي سبب كيئو فسواها وكسمي ولا يخاف الله كبقي ما يعقباها عرفت يذي إلا وقف صدر كبقي ما يه إله سبحانه وتعالى مخلوق سقار كم إذا مكأو كنارتي أيهوه عضينا يا بني آدم كالبقى بنيهين قولنا نفتوضا أيهي طهيرين والليبانين قول داسي قولنا نفتوضي ويقريين ووسخ إيه الذنب إيه وحيكو قريين عاسي قرو قول داسي وخسارين ملحن وكوه ينيان قول دا خسارتي أيه مثال يوحوكين ربي سبحانه وتعالى قصار ثموت نبي الله صالح يا الله ديري انتو دي بغنيد وي عاسي قروبين هشي نبي الله صالح معجزة هان لو سيينة وي قورعين وليبا نبي وغلطر داربيو ورهاشا اسكا إلالية عبتان كيدا إيا كال كيدا إيا وحاها كل وارنا واركي داك بلقو ما ينصيرين هشي وي قورعين دي اي قورعين إيا وليبا هلاق وكو عممي قفنك موسطين إذ وقبق أيوه هدو أرمي كل حساب تنتائي ولما نمحق الله يسيب أرمى الوير هذا وإسلية هنا رب الله ما أركو سبحانه وتعالى والشمس قرح لي أيان كبارتي وضحاها برق كان والقمر ضيحي أيان كبارتي إذا تلا مركو راعوها قرح ذو سيدع مركو صبح راعو والنهار مالك أيان كبارتي إذا جلا مركو موشي مالك ها قرح ذو افتيمي موشيي والليل هبينك أيان خضاتي إذا يغشى مركة أم قريه دبوله ها قرحة مركة أم قريه والضبائرتها قرحة اللي صوت شيء اللي عليه وحكى له بنان شيء سيقول كلامك اللي قررت اللي عليه أرضا والليل هذا والنهار مالك أيان خضاتي إذا جل مالك مركة أم جيو ها قرحة مركة أم جيو افتينيه والليل هبين أيان خضاتي إذا يغشى مركة أم دبوله ها قرحة مركة أم دبوله والسماء سمان خضاتي وما بناها ماذا مسدد ما هيدنا وان كنارتي والأرض دول أيان كنارتي وما طحاها فلين تلفدي مسدرية يدون ونص النف أيان كنارتي وما سواها سمد الله سمي وفألهمها اللو عدي فجورها سبب فجورها عسقرو إذا السبب كان يئيو وتقواها سبب تقواها عبصد إذا السبب كان يئو عدي قد أفلح وحل لباري من قفك زكاها نفطا طهيري وقد خاب وحاه من قفك دستاها نفتا قريي وذنبك قريي كذبت ويبين سي ثمود هي ثمود مفعولك بها حدفا رسولك الله دري دين تبي بينيين بطغواها بسبب طغواها كبير كيدا درتي أي يبينيين وحاك الله بنا طغوا مفعول إلا قد وبعدنا الزائد معنيه نوحو نقول يا كذبت ثمود هي ثمود وحي بينيين بطغواها هلاقودي الله وطلق ليه لو قد قال لي هذا ولد هلاك أي بريان وحلاق وجر ما له يره ذين تبين بريان إن بعث أدرمي أشقاها كي ونصيبك حماء يا درمي وهش إن ودلو أي أدرمي فقال وحكي لهم قرضا رسول الله رسولك الله صالح ناقة الله من باب التحذير وهي ناقة الله هش على إسكا إلالية لما يهوني وسقياها عبتان كيدنا إسكا إلالية هش يبيه إذا بذنها أدوانين كالك يدي فرها وقال إيدنا وحاهي لنا فكذبوه ويبينيين وركي فعقروها هشي ويقورين عقريا بقنطة والغرفة نوالي إلى هذا قور على والي إلى هذا الله ولي ويسو قدرين فدمدم ربي وحو عليهم دشو ذا هلاك أيو كدبولي ربهم ربي قودة بذنبهم بسبب ذنبهم ذنب قودة سبب كي أيو كدبولي فسواها ولا كؤكي يعني عام بوها هلاك وعذرك بوستقين ولا يخاف الله كبقي ما يعقباها هلاك عربت هذا قل هذا هلاك وذا عربت هذا كبقي مايو إذ أربي فوق قبصتها ويسليها إلا بعرف إذا تجلى مركة أمه أبو رتانك الله أبو رئيان كل رأتي الذكر مذل بئي والأنثى مذل إن سعيكم شقذي ني عمل كينا لشتا وكلتقي فأما من أعضى روحي وحبحي واتقى له كعبصده أو صدق رميو بالحسنات وناقب ابني فسنيسره حنسهلينا لليسرات سهلين يا سهلي واما من بخيل روحي بخيله واستغنى اتكافتهم او كذب بيني بالحسنات وناكسنيت بيني فسنيسره حنسهلينا للعسرات اتكذا يا سهلي
وما يغني دفاعنا ما يعنه حقي ماله حوله من دفاعيا إذا تردى مركه هلاك سنو إله سبحانه وتعالى سوردا لأنه وحكو عضينا يا ابن آدم كإليك لا تكسيهين حق عمل كإيو طابك أدوية هدي الله جرواي ونغميا قولا مؤمنين ويانا وحي رميان كلمة دي إن للرمي يكوها بونيد وناك بضنيد قولا لأسي الله وحي أبلن قادي ودد سهلا إنه أسهل يو شريعنا سمحانا هي سهلا عمل فلك يدو أسهل يا طاعة سمين تيدا يا أسهلناني حمان سمين تيدا ويلا أتكاري والضفي عن بي مريا انجزا وناكسنا سنا ايكو هليا قولنا كلمة دي وناكسنا ايد رومين تيدا كو أتكاري والديدا يا وقر مريا من هدي كلمة دي وناكسنا ايد اي ديدين اي روميان تي أتكينا نسهلينا برب الله سبحانه وتعالى معاصي يا حمان يا الله إنا يكو عاسي قروبان دين وحل يرهدين أن لما قشين كرين أرين كان سألو سهليا دين لدقال لن أيها لو سهليا دين إنا يقاطرنا ويكو أتكاري أيوه يا هاي سنة سنة ويهين آخر مرك الله تجيء قيام هلا قولي هدي ويماد عد دفاعك رتال معك ولا حول دفاعين ولا قرابي أهل وركو ذه الشيء عد دفاعك رتال معك وسيدا يربي عضين يد والليل غشان مرك وضبولا دويلة والنهار مال النوار كبراتي إذا تجلى مرك أموره وما خلق مال مصدرية وما خلق الذكرى وخلق الذكر ذكر أبو ريتانكي أيان كل رأتي والأنثى مددق أبو ريتانكي إن صعيكم عملكينا لشتى مثك لا تقوي اسكو شغل ما أهبنا آدمكم قولوا ما شغل قولني ويها يان شغلي واطني فأما من أعطى روحي وحبحيي أو واتقى اللي هي كعب صدي أو صدق رميي بالحسناتي وناقبضنا كلمة التوحيد وياني رميي فسنو يسره عن أسهلينا كاسي لليسرات سهلنيت شريعتي سهلنيت ايان اسهلينا برشد ايوك عمل فرق ايان الله وضوة واما منحك بخيلة بخيلي او وستغنا ثواب الله اي اجر الله كم مارمي الو كم مارمي ايلا النقط او كذب بيني بالحسنى كلمة دي وناقب بضنيت كلمة التوحيد ويان بيسره كاوحن اسهلينا للعسرات اتكاد ايان اسهلي عاصن ما ايان اسهلي وما يغني الدفاع ما يعنه كحقي ماله حوله إلى وقته تردى أهلاك سمه واحد دفاع يلا وارك إن علينا دش النضاء يهاتي للهدى هنونك وإن لنا أنك ينوسقنا للآخرة آخرة والأولى تنهربة فأنذرتكم وحن ذيك قد يا نار النار تأو تلضاه ريسو لا يصلاها نار تأجلي ما يو إلا الأشقى كي نصيبك الدراء بقلي الذي أشقه كذب بينيه وتولى جيتري وسيجنب حلق فقين يا هان نار تاسي الأطقاك تقيقها والغفقين الذي تقيق يؤتي بحين يماله حوله يتزكى حال إصطهيري وما لأحد قفنا ومسقنا عنده أكتي ومسقنا من نعمة وحواله تجزى لجزيني إلا ابتغاء وجه رموي ربي يلعلى إسري ولا سوف يرضى وراض غندونا إلى هو حليه سبحانه وتعالى يا دويا يا آخر رب با إسكاله سبحانه وتعالى وددا توصل يا تنحن إنه خلع عضينا سجى إسكاله هو إلى هو إسكوا أجبيه تفضلا منه وددا وناسن يا وددا حن بني آدم إن الله خلع عضيو إذا الله خلع عضين إن الغل حساب تبين لكن الله خلع عضيو سووا إنه دور تامركا وضلوا مريو إما شاكرا وإما كفورا ويحي آخرية دوينا الله وضبع الله إسكالي عضين تا ودوين كان العضين يوحا كمدا إلهين وكدق أيه نار آده رتان بضن نار تاسين وحا قيلة عدا النصيب بدرين ما بقليش عدا نصيب لما بقليش عد إله أكتسا الشق كن نغطي نصيب بشيء كاري أي كن عضي وبا نار تا دوراني يوقل أما قولد التقيين تا والغفوين نار تاسي ويا تقي لي لهذا قرأ ربي سيت المامي سبحانه وتعالى وقفك أعماش خيراتك وصمين أيو إلى هدرتي وصمين أيو واحد بني آدم وكما النيسان يا أمدن وكقل يا أهل ما أركي إلى هدرتي أيو وصمين أيو أعماش إلى هدرتي وصمين أيو واحد كم إذا صدقاتك اللي بحين أيو الزكاء غير الزكاء مركو واحد بحين أيو وما بحين أيو قفك رواه واحد كسية دي أضو أبال قدي
qofka si gaar ahaaneed xiriir u leedihiin ee asagu aad ku soo jiidatid muxuu ahaa qofkan si gaar ahaaneed ha kuu ammaano uma bixinayo kaliya wuxuu u bixinayaa ilaah wejigii raadin uu ku raadinayo ilaahna wuxuu ballanqaadayaa wala sawfa yarda kaa waa raadi noqon doonaayo jazaha la siiyo jaza uu raalli ka yahay maqsuud ka yahay ayaa la siin doonaa inna calaynaa korkanaga waxaa ahaaday lalhudaa caddayn waddooyinka la caddeeyo sugan lalaakhirata tii dambe iyo waluulaa tii hore labadaba annagaa iskale fa andartukum waxaan idinkaga digayaa naara naarta oo taladaa hurayso laa yaslaahaa naartaa geli maayo ila alashqaa kii nasiibka darnaa mooye cid kale geli mayso alladii ashqihi kadaba xaqa beeniyeyo watawallaa ka cararay oo jeedsaday wasayujannabu waxaa laga fogeyni haa naartaa waxaa laga fogeyni alatqaa kii taqiga ahay alla ka cabsiga badnaa alladii taqigii yu'tii bixinayay maalahu xoolihii bixinayay yatazakaa xaaluu isku dahirayoo dembiga isaga dahirayo wamaa liaxadin qofna uma sugna cindahu kaas xoolaha bixiya agtii uguma sugna min nicmatin waxtar nicmada oo tujdaa la abaalinayo yacnii xoolahan uu bixinayo qof horoo wax u taray wax utarkii u abaalinayaa ma aha ee muxuu u bixinayaa ila ibtigaa weji rabbihi rabbigii wejigii raadintiisa oo keli ayuu u bixini wala sawfa yardaa wuuna raadi noqon doonaa kaasi suuradda adduxaa maka ayay kusoo degtay bismi illaahi araxmaani araxiim wadduxaa barqinkii ayaan ku dhaartay iyo walleyli habeenka idaa sajaa marka uu mugdiyoobo maa waddacaka kaabu uusan tegin rabbuka rabbigaa wamaa qalaa mana uusan ku nicin walalaakhiratu aakhiraaba khayrun kuu kheyr badan laka adiga min aluulaa tii hore ayay kaaga kheyr badan tahay wala sawfa yuctiika wuu ku siini doonaa rabbuka rabbigaa fatardaa waadan raadi noqon doon alam yajidka miyuusan ku helin yatiiman adigoo agoona oo fa aawaa uu ku soo dhoweeyey wawajadaka wuu ku helay rabbi daallan xalaa tahay midaan hidaaye haysanin fahadaa waa ku hanuuniyey wawajadaka wuu ku helay caa'ilan adigoon waxba haysanin oo fa aghnaa qani buu kaa dhigay fa amal yatiima agoonka falaa taqhar ha khasbin yacnii xoolihiisa ha ka qaadanin ha dhibaataynin wa ama saa'ila qofka wax ku weydiisanayana falaa tanhar ha gulgulin rabbika rabbigaa nicmooyinkiisa oo rasuulnimadaba ay ka mid tahayna faxadith ka sheekeeyoo dadka u sheeg suuraddani min bidaayatiha ilaa nihaayatiha sabab bay kusoo degtay sababkana wuxuu ahaa waxyigii ayaa waxoogaa kala go-ay zaman min alasmina rasuulka intuu maka joogay waxoogaa bilooyin ayuu waxyigii kala go-ay hadduu kala go-ay reer quraysh ayaa waxay ku sheekaysteen kani rabbigiisii markii hore wax u sheeg sheegaya wuu nacay wuu ka tegay khalaas kadib waxyigii baa bilowday ilaahna wuxuu u caddaynayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabbigiisa inuusan nicin inuusan ka tegin nicmooyin badan inuu u hayo adduunyada nicmooyinka lagu hayo waxaa aad uga fiican ugana fara badan aakhira aakhiraana ku kheyr badan buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala kadibna wuxuu rabbi ku madhaysanayaa rasuulkii hadda ka hore bay nicmooyin fara badan uu u galay nicmooyinkaasu ay ka mid tahay aabbihii iyo hooyadiiba inay dhinteen aabbihii hooyadiina isagoo yaroo sabi ayay dhibaatay maca daalika rabbi uu soo barbaariyey rasuulka cid kafaala qaado ayuu u sameeyey weliba si wanaagsan usoo korisay soo barbaaray hadduu soo barbaaray rasuulka haddee wax la-aan buu ahaa iyo faqiir rabbi qani buu ka dhigay qaniga uu ka dhigayna bikathrati albidaaca ma aha badeeco fara badan iyo xoolo fara badan oo lala siiyey ma aha hina nafsi buu rabbi siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam naftiisa ayuu qani rabbi ka dhigay oo qanaacu siiyey wuxuu rabbi siiyey ayuu yuu iimaansaday waxaa rabbi uu siiyey ayaana ku filnaaday nicmooyinka kale loo galay waxaa ka mid ah rabbi subxaanahu watacaala uu caddaynayo rasuulnimadaba laga dhigay waagii hore dee rasuul ma uusan ahayn ee reer quraysh ayuu dhex joogayo ninkaa ummiga ahee waxba aan akhrinin waxbana aan qorin buu ahaa kastoo dee isagu dariiqa mustaqima uu isaga toosnaayo weligii xumaantii ay qolada kale ku dhacayeen weligii uusan ku dhicin oo bacda nubuwa iyo waqabla nubuwa labadaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaah waa ilaaliyey xumaanna kuma uusan dhici jirin laakiin hadde nin diin ku toosan oo diin haysto oo risaalo haysta ma uusan ahayn halka risaalo ma aadan haysanin waagii hore annagaa ku hanuuninuu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala waa yahay
mar haday sida tahay haydibaatooyinka aad soo martay dadka ku sugan si gaar ahaaneed ugu naxariiso agoonnimaad soo martay soomaahan ahayn agoonka ha dhibaatayn xoolihiisa ha dhicin in la dhaco raalli ha ka noqonin garab joogso u hiili qofka wax weydiisanaya faqiirka ilaa faqiirnimo waa soo martay faqiirka ahe waxba aan haysanin ha u hadal xumaynin ha guulguulin wax haddii aad siin karto si wey waimaa tucridanna canhum ibtigaa'a raxmati min rabbika tarjuuha faqul lahum qawlan maysuuran haddaayeen markaa gacantaada waxba ku jirin hadal wanaagsan ku dhig waxaad ilaah hadduu wax na siiyo muxuu ahaa ilaah hanoo sahlo iyo waka ilaah hanoo sahlo markii la yidhaahdo ka maskiinkii laftiis waa inuusan caroonin maskiin tuugsanaya hadduu daaradda istaago canug yidhi allah kuu sahlay kala xanaaqan dib baa ku gabya marka allah hanoo sahladii inaan laga xanaaqin weeye lafteedii marka hadal wanaagsan in uu kula hadlo miskiinka nicmooyinka loo gala waxaa ka mid a weliba nicamta ugu waaweyn ka mid ah rasuulnimada la siiyey iyo nicmadani nicmadaa rabbi uu ku siiyey iyo rasuulnimadaasi dadka u sheeg ilaa waxa rasuul lagaaga dhigay inaad dadka u digtee diinta u sheegto ood hanuuniso weeyaane waka waduxaa barqinkii ayaan ku dhaartay walleyli habeenna waan ku dhaartay idaa sajaa marka uu mugdiyoobo maa wadacaaka kaaba uusan tegin rabbuka rabbigaa wamaa qalaamana uusan ku nicin walalaakhiratu tan dambe ayaa khayrun kaaga fiican laka adiga milal ulaa tan horay kaaga fiican tahay adduunyada wala sawfa yuciika rabbiga waa ku siin rabbiga fatarda yuciika mafcuulu awalkii baa sheegan thaanigii baa xadfan litacmiim yacni wax alla waxaa doonayso dhan ayaa lagu siin doon fatardaa markaasaa raadi noqon doon alam yajidka miyuusan ku helin rabbigaaga yatiiman adigoo agoon ahoo fa aawaa uu kusoo dhoweeyey kusoo barbaariyo kusoo koriyey wawajadaka wuu ku helay daallan adigoon hidaaye haysanin ee fahadaa wuu ku hanuuniyey wawajadaka wuu ku helay caa'ilan adigoo ceed ah fa aghnaa gani buu kaa dhigay rabbi fa ama alyatiima qofka agoonka ah falaa taqhar ha khasbin ha dhibaatayni wa ama asaa'ila qofka wax weydiisanayana falaa tanhar ha guulguulin wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisana faxadiid dadka uga sheekee suuratu sharxi makiyatun bismi illaahi اraxmaan الraxiim alam nashrax miyaanan waasicinin laka adiga sadraka laabtaada miyaanan ku waasicinin wawadacnaa waan dejinay canka xaggaaga wisraka culayskaadii ayaan kaa culayskii anqada cusleeyey dahraka dhabarka warafacnaa waan kor yeellay laka adiga dikraka sheegiddaadii ayaan kor yeellay fa ina maca alcusri adeega micii waxaa ahaaday yusran sahlanaan ina maca alcusri adeega micii waxaa ahaaday yusran sahlanaan fa idaa faraqta marka aad dhammayso fansab sii dhibow wa ilaa rabbika rabbigaa oo kelina farqab raje suuraddan min bidaayatiha ilaa nihaayatiha waa imtinaan ilaah rasuulkiisa uu ku mannaysanayo nicmooyinka uu u galay nicmooyinka waxaa ka mid a inshiraaxu sadri laabtii in loo waasiciyey risaaladaa qaadideeda iyo adduunyadaasi inuu keligii rasuul u yahay waajibna ay ku tahay dadkaasi inuu diin wada gaarsiiyo u digo adduunyadii oo dulmi ka buuxo wax diin haysta usan jirin arrinkaasi dul inuu u lahaado xabadkiisa waasic u noqdo islamarkaana raalli ku yahay arrinkaasi taasi waa nicmo rabbi uu u galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam yacni takaaliifta lagu saaray qalbigaaga inuu waasic u noqdo aad raalli ku noqoto culays aadan ka arkin bal ay kuu sahlanaato waa nicmaha nicmta rabbi nicmooyinka u waaweyn ayay ka mid tahay arrinkaasuuna rabbi ku mannaysanayaa rasuulkii annagaa qalbiga ku waasicinayoo takliifta aan ku saarnay wax adag uma arkaysida wax aada u fududoo la gudan kara ayay kuula muuqataa waayahay waxaa kale culaysyo aad dareemi jirtay annagaa kaa dejinuu leeyahay rabbi rasuulkiisa culaysyada uu dareemi jiray waxaa ka mid a rasuulka inta aan waxyiga lagu soo dejinin wuu fikiri jiray wuxuuna ka fikiri jiray adduunyadan iyo meesha ay ku socoto iyo noloshaan iyo maxay ku dambayni doonto iyo talow dadka marka ay dhintaan maxay noqon doonaan iyo arrimo noocaasa xataa ay gaari jirtay mararka qaar inuu buur iska tuuro inuu jeclaado oo nolosha ay la khareereeto fikirkii iyo culayskii sidaa ahaa annagaa kaa dejinay waayo waxaa loo caddeeyey meeshaa loo socdaa adduunyada in loogu camalfalo in la doonayo laba waddo un in la qaadi doono waddada lagu badbaadaya iyo tan lagu halaagsamaya annagaa ku caddaynay culayskiina annagaa kaa dejinay mar haddii ay sidaa tahay ballanqaad kale ayuu ilaah u ballanqaadayaayo
culays kasto adduunyada ku soo maro fudeyd ayaa ka dambeeya culays sidoo u socdo culayska uu waligaa aad ku jiri ma jirto culays kasto adduunyada soo mara fudeyd ayaa ka dambeeyay waa adduunyada aakhira culayskii soo mara ma fudeyd kama dambeeyay yaani ruuxa mar haduu culays la kulmo aakhira waliba kaafirnimo culays kula kulmo culayskaas sidoo ula kulmo weeyaan fudeyd ka dambeeya ma jiro ama adduunyada culays kasta ku soo maro fudeyd baa ka dambeeya mar hadday sidaa tahay waxaa lagaa doonayaa daaca markii aad ka gudubta baa daaca kale kusii mashquul fa idaa faraqta daaca marka aad dhamayso fansab daaca kale uga sii gudub salaad waajibaa tukatay sunnadii sii raaci soom waajibaa raaci xaj iyo cumro waajibaad gudatay ku sunnooyinkii sii raaci yacni weligaaba daaca ku dhex jira daaca waajiba iyo daaca sunnaa daaca daaca kuu dhiibto rabbigaagana rajeeyo camalka aad samayno inuu alla kaa aqbalo isla markaana thawaabkiisii iyo ajirkii lagu siiyo arrinkaana rajey waka alam nashrax miyaana waasicinin laka adiga sadraka laabtaada miyaana ku waasicinin lixabli risaala wawadacnaa waxaan dejinay canka xaggaaga wisraka culayskaadii ayaan kaa dejinay alladii culayskii anqada jebiyey dahraka dhabarka ku jebiyey yacni aad ku cusleeyey warafacnaa waan kor yeellay laka adiga dikraka sheegiddaadii ayaan kor yeellayo islaamnimadii xataa waxay ku xidhan tahay rasuulka magiciisa inaad sheegto risaaladiisana aad qirto oo ruuxa hadduu malaayiin jeer laa ilaaha ila allahu ku celceliyo isagoo gaal ahaa isla markaana maxamedun rasuulullaahi uusan ku darin weliga islaami maayo marka islaamnimadii waxay ku xidhan tahay risaaladiisa qofka inuu qiro aadaanka sidoo kale shanta salaad marka la aadaamayo maxamedun rasuulullaahi haddaan lagu darin aadaan noqon maayo yacni meel kastoo alla lagu sheego rasuulka in asna lagu sheego waa kor yeelida rasuulka magiciisa meel sare la gaarsiiyey wa rafacnaa waan kor yeellay laka adiga dikraka magacaagii iyo sheegidaadii ayaan kor yeellay fa inna maca alcusri adeega waxaa la socdaa yusran fudeed inna maca alcusri adeega micii waxaa ahaaday yusran qaacida naxwiya waxay tahay ama balaaqa ah ismiga isagoo macrifo ahaa mar labaad haddii lasoo celiyo macrifanimana lagu soo celiyo kii hore laftiis waay oo haddaad tidho jaa'ani rajulu fa akramtu rajula jaa'ani rajulu ninkii nin baa yimid fa akramtu rajula ninkii laftiisaan ikraamu noqonaya waa ninkii un haddiise nakiro laba jeer lasoo celiyo takaayur bay faa'iideyni isku mid noqon maayaan jaa'anii rajulun fa akramtu rajulana tiri nin baa ii yimid nin kalena waan ikraamu noqonay kii iyimid maaha haddaba cusriga laba jeer buu rabbi soo celiyey isagoo al ay ku jirto waayo yusrigana laba jeer ayuu soo celiyey isagoo nakira ah macnihii wuxuu noqonayaa cusriga laba jeer macrifanimo lagu soo celiyey waa hal cusri oo keliya yusriga laba jeer nakiranimo lagu soo celiyeyna waa laba fudeyd halkii culaysba laba fudeed ayaa labada dheeca ka jira wey marka hore fudeed ayaad ka soo gudubtay culays markaad gelaysa marka dambena fudeed ayaa ka dambaynaya macnahaasuu faa'iideynayaa waka waa sida qaalib qaacidaas waa qaalibiya laazim maaha marar la garamana waa jirtaa sida hal jazaa'u lixsaani ila alixsaan alixsaanidii hore alaa ku jirtay kan dambena alaa ku jira ixsaankii horena lagama hadlayay ixsaanka hore camalfalka ruuxa adduunyada uu kusoo camalfalaa laga hadlayay ixsaankan dambena qiyaamada iyo jazaheeda laga hadlayay marka laba isku mid maaha takaayur wey qaacidadu waa aqlabiya laazim ma aha waka fa inna maca alcusri adeega micii waxaa ahaaday yusran fudeed inna maca alcusri adeega micii waxaa ahaaday yusran fudeed amarka aad ka dhex baxdo fansab daaco kale ku dhibow wa ilaa rabbika rabbigaagana farqab rajeeya cid kale ha rajeyni wallah.